هبدأ معاك بقى بمنتهى الصراحة، اتفضلي. مش هنجامل. صح، هو احنا المفروض نفرح بجد لان احنا عملنا يعني سكور جميل ولعب فنيات او فنيا جيد جدا او ممتاز مع جيبوتي، ولا الموضوع لا يقاس بهذا الشكل لان انت برضو بتلعب يعني منتخب بعيد قوي فالنجاح عليه مش مقياس تماما، وسيراليون افضل فبرضو النهارده وان كان حتى افضل لكن برضو هو بعيد عنك فالنجاح برضو معاه مش مقياس ابدا. يعني انا عايز افهم، نفرح نطمن ولا لا الموضوع لسه بدري عليه؟ بصي، هو القصة كلها الشعب المصري عامة شعب يعني عنده شوية ما بيفرح قوي ويحزن قوي، لكن زي ما انت حضرتك كلمتي الواقعية هي أحسن حاجة. أنا أولا في التصنيف بتاعي المفروض أنا ليفل 1، مجموعة بالنسبة لي على أرض الواقع سهلة، بس القصة كلها إن التصفيات بتاعتي مستمرة لحد 2025 أكتوبر 2025. في أجهزة فنية بتتغير، في لعيبه جديده بتظهر، في لعيبه كبيره بتعتزل، فقصه ان انا اقيس على ماتش لا، دي بالنسبه لي صعبه قوي. الحاجه الثانيه، انا بالنسبه لي في الماتش دوت كان ممكن ازود السكور، فهل لو انا زودت السكور يبقى مثلا بدل 6 يبقى 11 يبقى 12 يبقى انا كده افرح بزياده، يبقى فرحه فرحتين مثلا؟ لا، انا اقيم الماتش دوت ان هو 3 بونت، بدايه قويه وبدايه جيده لمنتخب مصر، بس انا عندي لسه التصفيات مستمره، وعندي الاهم اللي جاي لي في شهر واحد وشهر اثنين اللي هو المقياس بتاعي اللي هو كاس افريقيا. التاهل لكاس العالم حلم المصريين كلهم، بس انا بالنسبه لي منتخب مصر الى الان لم يقدم المستوى المرجو منه قدام الفرق او المنتخبات القويه. احنا لعبنا ماتشين في الليفل الاعلى بالنسبه لنا كمنتخب تونس ومنتخب الجزائر. الماتش الاولاني خسرنا فيه 3 هنا في القاهره، وتعادلنا مع الجزائر، كنا 10 لعيبه بس كان ندي قوي بالنسبه لنا، وده شفنا في منتخب شويه لعبنا ب 10 لعيبه قدام حامل كاس امم افريقيا 2019 هنا في مصر. منتخب طبعا الجزائر منتخب قوي جدا، معاه مدرب قدير جدا جمال بالماضي، لعيبه سكواد قوي، فدي الماتشين اللي احنا قسنا فيهم منتخب مصر. بالنسبه لي المجموعه على ارض الواقع سهله، يعني اي حد لو احنا نتكلم كوره وفنيات لا، مجموعه بالنسبه لنا نتكلم على قد الايد يعني انجاز التعديل على في المتناول. بس ما هو ده يطمنك ويقلقك على فكره. بالظبط، انا قلت لحضرتك القصه كلها احنا بنتكلم ان التصفيات ممتده معانا لحد 2025. ايوه، وللاسف زي ما كنت بحضرتك في مداخله من الاسبوع اللي فات اتكلمنا ان منتخب مصر حظه وحش في تصفيات كاس العالم تحديدا، بيقع قدام الفرق الصغيره او المنتخبات الصغيره والبدايات وخاصه البدايات. يعني احنا بنتكلم في 2018 مع كولر خسرنا قدام تشاد 1-0، كانت بداية مش يعني مش حلوة بالنسبة لنا، بس ربنا كرمنا في الآخر وتأهلنا بفضل يعني النتائج اللي احنا عملناها. من سنة 90 بعد 90 94 كان قدام فرق برضه مش قد كده سهلة، اتعادلنا مع ناميبيا، خسرنا من ليبيريا بعد كده في 98، في 2002 تعادلنا مع ناميبيا وخسرنا هنا من التعادلنا في المغرب. فتلاقي في كل تصفيه ليله كده منتخب كده صغير بيبقى كده بالنسبه لنا زي الشوكه في الحلق يعني بمعنى صح. بس ان شاء الله المجموعه القويه مع ريد فيكتوريا منتخب قادر ان هو يتاهل، خاصه كمان ان نظام التصفيات السنه دي اتغير. اعتقد ما فيش اسهل من كده تصفيات في العالم. هيعملوا ايه تاني بالظبط؟ يعني انا بالنسبه لي اللي هو يعني اتفضل 9 مقاعد بدل 5 بالزبط. دي فرصه، وفي نص كمان لو لا قدر الله منتخب ما كانش ليه حظ ان هو يتاهل، ان شاء الله يتاهل من اول المجموعه عنده فرصه كمان ان هو يلعب الملحق، بس ان شاء الله وفقا يعني للسكواد اللي احنا شايفينه مع الاستقرار الفني الموجود في الجهاز الفني للمنتخب. الراجل عنده حاجات هيقدمها. يعني احنا شفنا ماتش جيبوتي بعض اللقطات اللي بتقول ان المنتخب جاي. الحاجات اللي هو عنده دي ولسه بصدد انه يقدمها ممكن تاخدنا وترجع بينا للفترات الذهبيه للمنتخب الاول المصري لكره القدم اللي ليه ثقل واللي ليه زخم واللي ما كناش زمان بنحتاج ان احنا نفرح او ما نفرحش لو لعبنا منتخب متواضع زي جيبوتي مثلا. بالظبط، فممكن يرجع بينا للايام الحلوه دي. ممكن، بس هتبقى منظومه متكامله.